لحماية الحيوانات الأليفة أقرت اليابان قانوناً يلزم مربي الحيوانات ومتاجر بيعها بتركيب رقائق إلكترونية دقيقة بداية من يونيو المقبل. تقوم الرقاقة التي يتم زرعها داخل أجساد الحيوانات بتسجيل معلومات المالك والتحقق منها، ذلك باستخدام جهاز خاص لقراءتها، والذي يساعد في العثور على الحيوانات المفقودة في حال وقوع كارثة طبيعية. رغم ذلك يمانع العديد من مالكي الحيوانات هذا القرار بسبب عدم الارتياح لوضع مادة غريبة داخل حيواناتهم.